اسامه من الازياء. هاني البحيري برحب بيك في كلا كده. اهلا بحضرتك وشرفتنا. اتكلمنا النهارده عن ملك الجمال الفلوكي، بتقول ايه معاه؟ بص انا قلت كتير ان احنا بنعتمد على بس مش بس الجمال، على الثقافه، على الثقه بالنفس، على البنت تكون جميله شكلا ومضمونا، البنت تكون عندها ثقه بنفسها في حديثها مع الاخر، في القائها دورها ليها دور كبير اون ستيج. النهارده هتتسال ليها دور كبير لما تطلع تكسب واحده من البنات وتطلع على المسابقه العالميه، انها ازاي تقدم مصر بشكل حلو بلبسها بشاكتها بثقافتها بعلمها، مهم قوي الكلام ده كله. انت قلت حاجات كتير، بس هل اي بنت ينفع تكون ملكه جمال ولا لا؟ ما احنا قلنا احنا اخترنا جميله مثقفه، احنا اخترناهم كتير قوي. والنهارده برضو هنعمل، احنا عملنا تصفيه ال 20 دول النهارده، تصفيه من مثلا 70 واحده اللي تقدموا للكومبيتيشن، والنهارده هنصفي واحده او اثنين من ال 20، فاحنا عندنا يعني او واحده في الاخر هي تطلع بس ملكه الجمال. لك الفستان نفسه اثر جامد، انت رايك فيه يعني؟ انهي واحد؟ هو الاخير. انا ما بلبسش عندي فستان فرح، انا لبس عندي في الجونه في القاهره فيستيفال فيلم، لبس عندي جامب سود، لكن في الاخير مش بتاعي، مش انا. بس مهرجان الجونه ايه راي افضل اطلاله من وجهه نظر حضرتك؟ كلهن كانوا متالقات وجميلات. لا كله، ليلى علوي في الفنان عشان كان فستاني، انا ليلى علوي عملت قالوا ختامه مسك، ان هي كانت شكلها قمر وجميله وست محافظه على رشاقتها ولابسه ابيض تحدي وصيف، ممكن يكون وزنها زاد كيلو ولا اتنين، بس قالت لك هلبس ابيض وترين وشكلها عروسه وقمرايه واخده تان حلو وعامله ميك اب حلو. انا في نظري كل فناناتنا سفيرات للموضه والاناقه والفن العربي، هن اللي او هم الفنانين المصريين علموا الوطن العربي ازاي يبقى فيه جمال وشياكه وتمثيل، واللي ما عرفش الفن المصري الاصيل يتفرج على افلامنا ابيض واسود اللي كانت بتقول الاناقه مصر، الشياكه مصر، الشوارع مصر، اللبس مصر، العفش مصر، كل حاجه، الديكوريشن كل حاجه، التمثيل مصر، كل حاجه. كده الستات عايزه نصيحه ليها عشان تحافظ على جمالها، ايه النصيحه اللي تحب توجهها؟ يا عم ما ياكلوش كتير، يقفلوا بقهم اهم حاجه، ما ياكلوش ويلعبوا رياضه وما ياكلوش. انا واحد ما باكلش، واحد هموت من الجوع.